بنات في سنك يعني عندما كنت في فرنسا أو بريطانيا 14-15 سنة، هل يمكنك أن تؤكدين لنا أنهم يقعن كذلك في الزنا يعني؟ نعم في سن صغير؟ نعم يقع. كأس من الكحول لو سمح، ممنوع أنت تحت السن. أريد تغيير ديني للإسلام، ممنوع أنت تحت السن. أريد تغيير جنسي إلى المذكر. طبعا نحن في بلد الحرية وهذا خيارك أنت. في تقاليد يعني النصارى، اذا كنت يعني كبرت يعني ولم تقم بالزنا او لم تفعل يعني لم تخرج مع الاولاد او اي شيء، فانك غريب، يعني انك انت لوزر. رايت الكثير من البنات والاولاد ايضا كانوا في القسم يتحدثون عن ذلك بلا خجل، يعني لا مشكله نتحدث، يعني انا قمت بالزنا او انا قمت بهذا وانا فعلت ذلك و لا يخجلون. في سن صغير هذا هو الامر، في سن صغيره يعني، والشيء هو انهم يقولون انني لا استطيع الزواج الان، ولكن يمكنك أن تقوم بالزنا. يعني أنت صغير للزواج ولكن كبير للزنا. كانوا عندي مغربيات تتحدث معهم وتقول بأني أنا قمت بذلك ولكن يعني لا مشكلة، وتقول بأن أمي تعلم ذلك وأمي لم تقبل، يعني أمي لن تقول لي أي شيء. سبحان الله، أمها كذلك تعلم ذلك. نعم. أن لديها صديق وأنها تخرج معه وأنها تخرج معه ولا مشكلة، وإذا لم تكن تعلم الأم فكان يعني كل شيء يعني من ورائها لا تعلم أي شيء. انتبهوا لا تغركم مظاهر الحرية والإنسانية عندهم، فهم ثعالب في ثوب الحمل. Vi bor i Norge, vi kan ikke ha det sånn. Nei, så kan vi ikke ha det. Jeg mener det. Og dere foreldre, vi bor i Norge. Vi bor i Norge. Ja. Dere skal jobbe med norske kvinner, eller så lykkes dere ikke i Norge. Dette må dere ta på dere. Jeg mener det. Dere foreldre, dere må ta tak i sin ting. أنا تعلمت يعني المثلية والنسوية عندما دخلت إلى الكوليج، والأستاذ تقول يجب أن تفهموا بأن هذا حب عادي، كن يعني شخص جديد في المدرسة الكل يريد أن يتعرف عليه. فحسنا، السؤال الأول كان لي، يعني سألوني السؤال الأول وكان هل أنت لسبيان؟ هل أنت تحب السؤال الأول هل أنت سحاقية؟ نعم. يعني كنا نبحث عن مكان يعني إسلامي، مدرسة إسلامية لكي يتعلم فيها الإسلام، فلم أجدها في بريطانيا. 10 سنوات. نعم. أنت حاملة لكتاب الله. الحمد لله، ما شاء الله، هذا خير كبير. كلمة حرام إذا قلتها مشكلة، تكون في مشكلة كبيرة. وقالت لي إذا أردت أنا أستطيع أن أنادي البوليس ولكي تكوني يعني وتجدي حريتك وتلبسي ما تريدين. صراحة يعني لا أريد أن أتخيل يعني ذلك الموقف، هو صعب. أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي. It's actually my second time in Casablanca. I came before earlier this year, but this is my second time. But I think today we don't have the opportunity to pray Maghrib and Asr there, so we will just leave and I'll see you inshallah. دل على الخير وارشد كي ندرك بالهدي الحق، كي ندرك بالهدي الحق. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها، خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. Moving on to the second one, it's not a question, but what's your advice on a girl who's struggling on her hijab by her family? Thing is, hijab is a really important thing in Islam, but so is your family. أنا في آخر الحلقة أتمنى يعني كذلك أن تعطي رسالة للبنات، خاصة للبنات في سنك، يعني تعرفين احتياجاتهم وكيف يفكرن، وخاصة مسألة الحجاب، مسألة الزينة، مسألة التزين، يعني التزين. نعم. للشباب وكذا،
كذلك مسألة يعني الرغبة في اكتشاف الطرف الآخر يعني الرجال وكذا. فأنت تكلمي براحتك ووجهي الرسائل التي تريدين توصيلها إن شاء الله. بارك الله فيك. المشكلة أننا يعني إذا يعني نحن البنات يعني إذا كن يعني إذا كنا نتزين أو يعني ألبس ميك اب أو ألبس يعني ثياب مضيقة فهي ليست لنفسي يعني هي يعني الطبيعي هي ليست لنفسي هي لأن الرجال سيرونني وسيظنون أني جميلة والشيء هو أن هذا هو الذي يعني سيظلك يعني والشيء هو أن إذا كنت تقومين بهذه الأشياء لأنك تريدين أن الرجال يحبوك أو لأنهم سيرضون عنك أو تتحدثي مع الرجال أو كما نقول نحن يعني المغاربة نمشي نتصاحبوا فيعني فيه ذنوب وفيه يعني عذاب وفيه يعني مشاكل أيضا. فلماذا أدخل في تلك المشاكل؟ ربما تقول أنا أتزين لنفسي لكي أرى نفسي وأرضى عن نفسي وكذلك. لا يمكن أنك تزيني لنفسي. إذا كنت تريدين أن تزيني نفسك فقط لنفسك ستقومين بالميك اب وهذه الأثياب فقط في المنزل وليس للخارج. طيب. ويعني لن ترضي أحدا يعني إذا كنا نقوم بهذه الذنوب لكي نرضي الناس فالناس لن يرضوا عنا والله سبحانه وتعالى لن يرضى عنا. أنت لست بحاجة للكمبليمنت اللي ممكن تجيك من رجال مثلا أنك جميلة، لا تحسين بتلك الرغبة يعني أنه هذاك كيفاش نقول لك يعني أن الرجال يقولون فعلا هذه البنت جميلة، هذاك الإحساس أنت لست بحاجة له؟ أنا أظن بأن يعني كما نقول الرجال الذي يقولون ذلك كيت في اللو ما لا يمكن يعني أنا فهمت الحمد لله يعني كل هذا يعني يعني كنت أتحدث مع أمي وكنت أسألها لأن كان صديقات عندي يعني كانوا مع الأولاد وكانوا يقومون بأشياء يعني حرام ويعني وكانوا يعني أتذكر مرة يعني كنا أتحدث عن هذا وقالت لي أن الزنا مكروهة وقلت لها أن الزنا من الكبائر وليست مكروهة، قالت لي أن أمي أخبرتني بذلك فأنا وقلت لها أن أخبرتني أمي بأن الزنا من الكبائر وهذا وأمي عرفت لأن الشيخ قالها في درسه. فيعني أي شيء يعني تقومين للرجال يعني فتضيعين وقتك يعني إذا كنت تمشين مع رجال فتضيعين وقتك. فإذا كان عندك الآن يعني شخص يعني أو رجل في حياتك الآن وتقولين أنه أحبه أو هو يحبني فهذا ليس حقيقي لأن إذا كان حقيقي سيبدأ يعني سيكون فيه بركة يعني وسيرضى عنكم الله سبحانه وتعالى. هو لن يرضى هو إذا هذا أقول كثيرا يعني أنت أنا أرى كثير من البنات يقولني أنه يعني سنتزوج أو يعني في الفيوتشر سنتزوج إن شاء الله وهكذا. قلت لا، إذا لم يبدأ يعني إذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى في البداية فلن يرضيك في النهاية، لن يرضيك، لا يمكن أن يرضيك. فأنت يعني إذا كنت تقومين بذلك فأنت تضيعي وقتك. على ذكر مسألة الزنا يعني سمحي لي إذا أرجعتك للوراء، يعني بنات في سنك يعني عندما كنت في فرنسا أو بريطانيا 14-15 سنة، هل يمكنك أن تؤكدين لنا أنهم يقعن كذلك في الزنا يعني؟ نعم في سن صغير. نعم يقع. كانوا عندي مغربيات تتحدث معهم وتقول بأني أنا قمت بذلك ولكن يعني لا مشكلة يعني. والشيء هو أن يعني أنا أسألهم وأحدثهم بأن في عذاب يعني في عذاب القبر وذنوب كبيرة وهو من الكبائر أصلاً. هو من الكبائر. وتقول بأن أمي تعلم ذلك وأمي لم تقبل يعني أمي لن تقول لأي شيء. سبحان الله، أمها كذلك تعلم ذلك. نعم. أن لديها صديق وأنها تخرج معه وأنها تخرج معه ولا مشكلة. وإذا لم تكن تعلم الأم فكان يعني كل شيء يعني من ورائها لا تعلم أي شيء. ولكن يعني كانوا عندي صديقات وسبحان الله يعني ترجع إلي وتخبرني بكل شيء ورغم ذلك تقول يعني تخبرني بأني أنا قمت بكل ذلك ولكن لا أشعر بالسعادة. يعني لا يعني لا لا أستطيع يعني أخجل أن أدخل المنزل. فقلت لها يعني هو حرام لشيء الله سبحانه وتعالى يعني يعلم لماذا هو حرام وأن هذا الشيء يضرك.
فسبحان الله، يعني أسأل الله أن يعني أن يثبتنا على دينه وأن أن يبعد علينا كل هذه الفتن، فالكثير من الناس وقعوا فيها. فلذلك يعني الشيء في يعني في العيش هناك أن الفتن يعني هي يعني صعب جدا أنك تتجنب هذه الفتن. فإذا بقيت في المنزل مشكلة، وإذا خرجت مشكلة. واضح. فيعني سبحان الله رأيت الكثير من النماذج، رأيت الكثير من البنات والأولاد أيضا كانوا في القسم يتحدثون عن ذلك بلا خجل، يعني لا مشكلة نتحدث، يعني أنا قمت بالزنا أو أنا قمت بهذا وأنا فعلت ذلك ولا يخجلون. في سن صغيرة هذا هو الأمر، في سن صغيرة يعني. والشيء هو أنهم يقولون أنني لا أستطيع الزواج الآن، ولكن يمكنك أن تقوم بالزنا. يعني أنت صغير للزواج ولكن كبير للزنا. وأيضا يعني في التقاليد يعني النصارى، يعني إذا كنت يعني كبرت يعني ولم تقم بالزنا أو لم تفعل يعني لم تخرج مع الأولاد أو أي شيء، فأنك غريب، يعني أنك أنت لوزر. فيعني خاسر نعم خاسر. يعني فلذلك يعني هم يحاولون أن يرضوا عنهم النصارى ويقوم بهذه الذنوب. ولقد قال الله سبحانه وتعالى بأن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى لن ترضى تتبع ملتهم. والمشكلة أن في هذا الزمن حتى ولو اتبعت ملتهم تكون أنت أيضا المختلف، تكون أنت أيضا يعني لست منا، يعني تكون دائما الغريب المهاجر. والله يعني هو مشكلة. فلذلك يعني من الأحسن أنك تخرج من هذه البلاد، يعني وأنا أنصح يعني كل شاب في يعني يجد أنفسهم في خطر أو يعني في مشكلة، يعني لأن هذه مشكلة، يعني لا المثلية، لا سموكينج، لا الزنا، كل هذه فتن وقد يمكن أن يقع فيها ولا يعلم ماذا يفعل. واضح. طيب في الأخير، ما هي أحلام سارة؟ ماذا تريد أن تحقق سارة في المستقبل؟ إن شاء الله يعني كان عندي وتحدث يا دمر يا أخي، كنت دائما أفكر بأني يعني سأكون دكتورة، كنت دائما أريد أن أكون دكتورة، وكان حلمي أن أكون دكتورة وسأعمل وسأفعل. ولكن عندما رجعت إلى المغرب وفكرت، أنا اخترت بأني الآن أريد أن أتعلم أكثر من ديني. أنا الآن يعني نحن جئنا هنا إلى المغرب لكي نبحث عن مدارس إسلامية، وليس لكي أتبع يعني ما كنت أريد أن أتبعه. فأن تكون دكتورة هو ليس يعني شيئا يعني مخطئ أو خطأ، ولكن أجد الراحة في يعني التعلم أكثر من ديني، وأن أتعرف على محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته أحسن، وسيرة عائشة رضي الله عنها، وسيرة كل الصحابة، وسيرة وكل الأنبياء. يعني الآن بعد حفظ القرآن الكريم تريدين طلب العلم الشرعي يعني؟ نعم يعني إن شاء الله. ما شاء الله. لماذا؟ نعم. من أجل أولادك وبيتك مستقبلا، أو من أجل نشر الدعوة والحديث مع الأخوات ونصحهن مع الحديث مع الأخوات ونصحهن أيضا. نعم. وللمستقبل أيضا. نعم. يعني الكثير، لأني يعني طلب العلم يعني يساعدني على الكثير من الأشياء. أمي دائما كانت تقول لي بأن يعني اختاري ما تريدين، ولكن بعد كل هذا الوقت وكل جهودها وكل هذه الصعوبات التي مرت عليها لكي تساعد أن نحفظ القرآن الكريم في بلد غير مسلم وأن نتعلم اللغة العربية، فلقد كان صعب جدا، كانوا صعوبات وكانوا الكثير من يعني من المواقف التي لم أكن أريد أن يعني أن أستمر في حفظ القرآن الكريم. فكل هذا يعني هذا التعب سيذهب يعني هكذا. فيعني أنا أفكر أن أحسن شيء هو أن يعني أنا أطلب العلم، أن أطلب العلم الشرعي، أجد راحتي فيه وأتعلم أحسن اللغة العربية. فأنا أحب اللغة العربية، ولكي هكذا يعني أرى يعني أنا أستطيع أن، ولكي ألقى أيضا صديقاتي الصحبة الصالحة، ولكي أرى أن يعني أناس يفكرون مثلي، يلبسون مثلي. وإن شاء الله يعني فقط يعني إن شاء الله هذا إن شاء الله سيكون يعني عندما أسعى لذلك. ما شاء الله. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى أن يوفقك ويبارك لك إن شاء الله ويسر أمورك. كيف تدبرت هذه الآية يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ يعني ما هو الشيء الذي تريدين أن تنفقينه وأنت تحبينه؟ هل هو وقتك أو شيء آخر؟
أريد أن أساعد الناس، أحب أن أساعد الناس، أحب لماذا؟ في حفظ القرآن الكريم، ما شاء الله، في العلم. لأني رأيت يعني رأيت الناس لا يعلمون، يعني في المدرسة، يعني كانوا زميلاتي في المدرسة هي مسلمة تؤمن بالله وتؤمن برسوله وتؤمن بكتابه، ولكن يعني لم تكن تفهم الإسلام يعني 100%. يعني إذا جلست معها يعني وحدثوا عن الإسلام فيعني لا تعرف، يعني فأسألها يعني هل تعلمين يعني قصة هذا النبي أو قصة النبي الآخر؟ تقول لي لا. أو وكنا أيضا يعني أنا أتذكر بأن يعني كنا أحيانا يعني نذهب إلى المسجد ويعني كنا نصلي التراويح، هذا كان رمضان، كنا نصلي التراويح في المسجد في إسبانيا أو بريطانيا؟ في إسبانيا. في إسبانيا هذا يعني في هذا كل يعني كل هذا كان في إسبانيا. طيب. ويعني كنت يعني أنا أحدثهم عن الإسلام، فرغم يعني هم شاهدوني بأني أنا أحفظ القرآن الكريم وأني يعني أنا كنت أعلم وأتحدث اللغة العربية الفصحى، فرأوني كالمتدينة كما نقول. لا. يعني المتدينة في القسم. لا. لا. فأي سؤال عن الإسلام كان يعني كانوا يلجؤون إلي لكي يسألوه، فأنا كنت أجيب على هذه الأسئلة. فيعني وأحيانا تأتيني بعض الأسئلة يعني تجعلني أفكر، يعني الحمد لله على هذه النعمة، الحمد لله ألا يعني أن جعل الله سبحانه وتعالى أمي يعني لا تفرط في ديننا. نعم. لأن رغم يعني رغم عيشنا في تلك البلاد لم ننسى الله سبحانه وتعالى، ولم ننسى يعني كرمه، ولم ننسى يعني قرآنه. لأن أنا أفكر يعني نحن مسلمان، نحن مسلمين، ويعني وضروري جدا أنك يعني نعلم ما هو الحرام وما هو الحلال. فعندما أجلس مع يعني مع هذه مع زميلاتي ويعني لا عرفنا ما معنى التحيات، كنا نصلي ولا تعرف التحيات. نعم. يعني وتقول لي يعني ماذا أقول عندما نقوم بالتحيات، فأنا أخبرتها يعني هذه يعني تقولين التحيات وهكذا والصلاة أيضا والقرآن الكريم وما معنى القرآن الكريم والحجاب أيضا. نعم. لأنهم رغم أنهم يعني كان يعني مسلمات ولكن ليس يعني مسلمة تقريبا بالكلمة، لأن يعني ما السبب في نظرك؟ هل الوالدين فقط؟ الوالدين. أم المجتمع الذي يعيشون فيه؟ يعني الوالدين والمجتمع طبعاً. المجتمع والوالدين. لأن إذا كنا نعيش يعني إذا كانوا يعيشون في مجتمع مسلم يعني سيعلمون يعني البيسك في الإسلام، سيعلمون يعني الأساسيات. نعم. الأساسيات، ما هو يعني ما هو الحرام وما هو الحلال، يعني الكبائر، ما هم يعني كل شيء تقريبا. حتى ولم يعلم القرآن الكريم سيعلمون يعني كما قلت الأساسيات البيسك فقط. فضروري جدا. والأباء لأنهم يعني أنا سأقول هذا، ولكن الكل يعني إنه يهاجرون كما يقولون، ولكن الأصل هو ليست هجرة، يسافرون ويذهبون إلى هذه البلدان فقط يعني يفكروا بالمال. نعم. فلا يمكن أنك تقول بأنك تريد يعني أن تذهب إلى أوروبا أو تذهب إلى يعني إلى الغرب سنقول لكي تقترب الله سبحانه وتعالى ويعني تجد راحتك يعني في ممارسة دينك، ولا يمكن، لا تكذب على نفسك. نعم. فيعني أنا يعني الكل نذهب يعني ذهبنا إلى هناك للمال فقط يعني لأننا نرى الدنيا أولا. وكذلك أبوك وأمك يعني فعلوا نعم نفس كل شيء، ولكن نعم. الفرق بينهم وبين الآخرين أنهم كان لديهم وعي بتربية الأبناء وبأهمية هذه المسؤولية. نعم. يعني نعم. فيعني أنا رأيت نصارى، يعني النصارى هناك يعني حتى يعني أحيانا هم يستهزئون بنا. فإذا نعم. رأوا يعني فيوجد الكثير ويعني فيوجد الكثير من المسلمين يعني لا يمارسون دينهم، ويوجد الباقي يمارسون دينهم رغم عيشهم هناك مثلي أنا ومثل بعض الأسر الأخرى. نعم. ولكن يعني فعندما النصارى يروا يعني تلك الفئة التي لا تمارس دينها فهم يقولون انظري لهذه المسلمين لا يمارسون دينهم، لا يحبون دينهم ويستهزئون. يعني أنا كانت عندي أستاذة تستهزئ ترى وجهي وتستهزئ عن الإسلام. يعني كنت محجبة؟ أنا كنت محجبة يعني. طيب يتركونكم تدخلون يعني بحجابكن إلى المدرسة؟ نعم، ولكن يعني
تواجه الكثير من الصعوبات. يعني صعب جدا. يعني أنا كنت المحجبة الوحيدة في القسم رغم يعني كنت محجبة الوحيدة في القسم، ورغم ذلك فيعني لم أنزع الحجاب، رغم أن بعد يعني الكثير من رأيت الكثير من يعني situations تعرضتي للتنمر. نعم. طيب. وكانوا يحاولون أن يعني أن ينزعوا الحجاب مني أو يعني أو يستهزئون بي ويسخرون مني، ويعني هم يسخرون منا، يقولوا لنا أني يعني عندي سكين في ثيابي مختبئ، أو عندي بومب يعني في قنبلة. نعم. نعم في نعم. في الحجاب. وأنا يعني أنا عندما أسمع هذا يعني أفكر هل يعني هل سأرى هذا في بلد المسلمين؟ نعم. يعني هل سيقولون لي نفس الشيء؟ هل كنتي تتأثرين بهذا التنمر يعني عندما يقولون لك شيء من هذا القبيل؟ نعم أحيانا. ما هو يعني الشيء الأكثر شيء قيل لك وكان له أثر، يعني بكيتي مثلا أو أثر فيك كثيرا؟ يعني تقريبا كنت أبكي يعني عندما أسمعها، يعني عندما أسمع يعني كلام عن حجابي أو عن طريقة يعني لبسي أو أي شيء فكنت أبكي. فالشيء الذي جعلني يعني أبكي أكثر هو عندما كانت أستاذة، وهذه الأستاذة يعني أنا أسميها عدوة الإسلام. سبحان الله لهذه الدرجة. نعم لهذه الدرجة، لأنها لا يعني تكره المسلمين لدرجة وتكره يعني تكره الإسلام، لأنها هو لسبب طبيعي، ولكن السبب هو هي نسوية أصلا. وهي يعني وفي ذلك العام أنا يعني أتذكر أن حدث ما حدث في إيران، تلك البنت التي قتلوها لأنها لم تلبس الحجاب بطريقة جيدة. فأدخل يعني أدخل إلى القسم وتقول لي يعني أنتم المسلمين يعني لا ليس عندكم you don't have women rights، حقوق النساء. نعم حقوق النساء. وأنتم لا تحترمون النساء، وأنتم المسلمون والمسلمون والمسلمون. فيوميا يعني عند هذه الأستاذة كانت أستاذة اللغة الإنجليزية. طيب. وعندما أسمع يعني عندما أرى وجهها يعني لم أكن أخاف، ولكن لم أكن أريد حتى أن أحضر إلى الحصة، لأني يعني أعلم أنها ستقول شيء لكي تستفزك. نعم لكي تستفز منا، لكي تسخر منا، تسخر من ديننا، وتسخر تسخر من رمضان، وتسخر. ألم تشتكي للإدارة مثلا؟ حتى ولو اشتكيت تكون هي عندها حق. لأن أنا ألبس الحجاب، وأنا يعني أنا لبست حجاب وأنا صغيرة. نعم. كم كان سنك يعني في ذلك الحين؟ 12 سنة. سبحان الله. طيب. يعني والشيء الذي جعلني يعني أن ألبس الحجاب هو يعني أنا فلبست الحجاب عندما كان عندي 12 سنة، ويعني وغيرت المدارس، يعني فكنت في الابتدائي وانتقلت إلى الكوليج. طيب. وفي الكوليج فكرت فأني يعني سأبدأ بداية جديدة، ويعني لكي هكذا يعني يشاهدوني بالحجاب يعني. طيب. وهكذا يعني لأن إذا لم ألبس الحجاب وبعدها لبسته فسيكون غريب، وسيعني وسيرون يقولون يا يعني هل أمك أرغمتك بذلك وهل قالت لك بذلك. وأحيانا يعني كنت أستمع إلى قول يقول لي هل أنت متزوجة، وهل يعني did your husband force you، هل نعم. زوجك هو من أرغمك على نعم. لبسه وأنت سنك 12 سنة. نعم. أنا كنت 12 سنة. يظنون أن نعم. نزوج البنات على 12 سنة. نعم. نعم. فهم يظنون أن الإسلام هكذا. نعم. يعني رغم أني يعني أحاول أن يعني أن أقنعهم بأن الإسلام ليس كذلك، فيعني ما تقوله الميديا هو ما يصدقون. طيب. فيعني سبحان الله يعني دخلت الكوليج. نعم دخلت الكوليج ولبسته أول مرة يعني لبسته، ولكن قبل أن ألبسه اليوم يعني قبله فيعني كنت أفكر هل ألبسه أم لا، هل كنت مترددة؟ نعم كنت مترددة كثيرا، لم أكن أعلم يعني هل أقوم بهذه الخطوة أم لا. وبنفس الوقت أفكر بأن يعني سيكون يعني غريب أني يعني أن الله سبحانه وتعالى قد أكرمني بأن أحفظ كتابه وأن أعرف ما فيه، والقرآن فيه أن يجب نحن المسلمات أن يعني أن نغطي ونستر أنفسنا. فيوم قبل أن يعني فيوم قبل أن أذهب إلى الكوليج
كنا في المنزل بكون نشاهد يعني مقرر الدراسي الذي يدرسون هناك، ورأينا بأنهم يدرسون كل الديون، يعني الديانات. كل الديانات. نعم الديانات. نعم. آسفة. رأينا في يعني كانت لست طويلة جدا يعني، وكان فيها البوذا اليهودية، السيخ، نعم. يعني الإلحاد والكريستيانيزم. يعتبرون الإلحاد ديانة كذلك. نعم هي ديانة كذلك، لأن إذا إذا هم يقولون أنا اخترت أنني أؤمن بما أراه. وديانة عبدة الشياطين. نعم. أيضا. نعم أيضا. مكتوبة أيضا في تلك الليست. نعم لأن كل الديانات هي يعني كما يقولون أنك أنت عندك حرية لكي تفكر ما تريد. نعم. فكل الديانات كانوا يعني. يعني منذ صغرك تعرفين أنه موجود. أناس يعبدون الشيطان، يعني نعم. عبادة الشيطان، نعم. دين هذا كذلك. يعني رأيت أيضا في الكوليج، رأيت يعني أيضا في يعني الناس يعني تلبس يعني كما لو تلبس كالشياطين تقريبا. نعم. ويعني أعوذ بالله. يعملون نعم تاتوز أيضا. نعم. وبيرسينجز، وجهه كل عمر يعني وجهه كله فيه بيرسينجز. ويعني سبحان الله. فعندما يعني كيف يعني أنا كنت أفكر يعني كيف أنك يعني تخبر ولد اليوم بأن لا إله إلا الله، أن الله سبحانه وتعالى هو إله واحد فقط. والغد تقول له بأن عيسى هو الله، والغد أن عيسى هو ابن الله، والغد بأن بوذا هو الله، هذا الصنم هو الله، وبعد أنه لا يوجد إله. فيعني كيف يعني كيف ماذا سيفكر هذا الطفل؟ نعم. يعني فبعد ذلك يعني قررنا أن نرجع إلى إسبانيا. طيب ولماذا لم تقرروا مباشرة من بريطانيا الرجوع إلى المغرب؟ لم نكن يعني كنا نفكر يعني لم نكن نفكر أصلا في المغرب، يعني في ذلك الوقت الهجرة لم تكن يعني an option، لم نكن نفكر أصلا، لم يكن اختيار مطروح. نعم. على لم نكن نفكر. نعم. يعني في المغرب لماذا يعني ما زال يعني تريدون يعني العمل الآباء الأب خاصة، أو لماذا يعني؟ أظن أن أصلاً لأن يعني كنا ظننا أن الرجوع للمغرب سيكون أكفس وسيكون هناك صعوبات. كما يقول يعني تقريباً الكل. نعم. يعني. نعم. فسيكون فيها صعوبات ونخاف من الفقر والعمل. ويعني ليس عندي بيت وليس عندي واضح. نعم. فرجعنا إلى إسبانيا ورأيت يعني لما أكون أتوقع أنني سأرى يعني هذه الصعوبات، يعني كانت صعوبة أكثر. كما أخبرتك عن هي مدرسة للبنات، أنا كنت أظن أنها مدرسة إسلامية بمنهج إسلامي. لا هو لا هي مدرسة عادية، هي ليست هي غير مسلمة للبنات. واضح. ولكن الكل يعني لم نكن نعلم ذلك، لأن الكل يقول أن هي مدرسة إسلامية. واضح. والمدارس يعني يطبق فيها الإسلام وكل، فصدقنا ذلك. واضح. فحسنا ذهبنا إلى يعني الاستراحة. وكنت هناك وكانوا يعني تجمعوا علي الكثير من البنات، فيعني عادي عندما يكون يعني شخص جديد في المدرسة الكل يريد أن يتعرف عليه. فحسنا السؤال الأول كان لي يعني سألوني السؤال الأول وكان هل أنت لزبيان؟ هل أنت تحب السؤال الأول هل أنت سحاقية؟ نعم. نعم. أنا قلت لا وأعوذ بالله. سنك 14 سنة. 14 سنة. كيف يعني كيف سأكون يعني كنت يعني صدمت لأني. نعم. لم أكن أتخيل ذلك. نعم. ذلك السؤال. هذا السؤال يوحي بأنه يعني بنات في 14 سنة وأقل يعرفون هذا الأمر ويمارسونه ومنتشر. نعم. نعم. البنت كانت محجبة أيضا. المحجبة هي التي سألت السؤال. محجبة. عجيب. وكما قلت يعني كل شيء يعني رغم أنهم محجبات وأيضا فيه يعني المنقبات، ولكن تفكيرهم ليس يعني هم لا يعلمون يعني أنهم حرام. فلقد كانوا يسألونني هل صحيح حرام المثلية، هل صحيح أنه حرام ذلك،
أنا يعني لا، أنا لم أجيب على ذلك السؤال لأن لم أكن أصدق أنها أصلاً تسألني هل ذلك حرام أو حلال. هذا في أول يوم لك في تلك المدرسة؟ أول يوم في المدرسة، ولم أتوقع ذلك لأن مجتمع أكبر مجتمع إسلامي ويعني محجبات وفيها أيضاً. وكنت متحمسة للأمر لأنك تركتي إسبانيا كلها لتأتي هنا. نعم، ولم أكن أتوقع عجيب. أنني سأجد ذلك. فكانت أسوأ من إسبانيا. كانت أسوأ من إسبانيا. طيب. لا الجو كان يقنعني هناك، لا المكان، لا المدرسة، لا ما كانوا يدرسونه أيضا، ولا الناس. لأن يعني رغم أنهم يعني كانوا منقبات منقبة، تعرفت عليها يعني قبل قليل. يعني هذا الآن في السوشيال ميديا الآن. وهي قالت لي أنا يعني أنا من UK. ويعني أنا أحب البنات. قلت لأ، أنت من UK، أنا أعلم أنك أنت من يعني من ذلك القوم. لا يعني لا أريد أن أتحدث معك، يعني مسحتها يعني من كل شيء. لأن منقبة وتقول لي بأني أنا أحب البنات، لا يعني لا أستطيع أن أتخيل. واضح. فيعني سأرجع إن شاء الله إلى يعني المدرسة. فقلت لها أنا لن أعود إلى تلك المدرسة، ولن أعود أن يعني لا أريد أن يعني أن أرى وجه هذه البنت ووجه تلك البنات. فكلهم كانوا محجبات كلهم. والتفكير يعني ليس كالمسلمين، يعني هي يعني مسلمين بالكلمة فقط، بالاسم فقط. نعم، بالاسم فقط. طيب. كم دام استقراركم في دولة بريطانيا؟ يعني تقريبا عام، سنة فقط. ثم عدتم لإسبانيا. نعم، عدت لإسبانيا لنفس الأسباب، للبحث عن وسط إسلامي. نعم. طيب. فكنا نبحث عن يعني مكان إسلامي في بلدان غير مسلمة. فيعني لن تجد إليه حتى ولو يعني بحثت. يعني هذا مستحيل. مستحيل، مستحيل. فنعم، رجعت إلى إسبانيا. ويعني ظننت أنني يعني سيكون الوضع أكثر يعني أحسن. تلقيت مرة أخرى مع عدوة الإسلام، الأستاذة. نعم، أستاذة. طيب. اللغة الإنجليزية. فلم طيب. لم أكن حتى يعني أناديها باسمها، كنت أناديها يعني أستاذة اللغة الإنجليزية. لأن لم أكن أحتملها، لم أكن أحتمل حتى أن أرى وجهها. طيب. فهي كانت يعني هي كانت من النسويات المشددات، يعني كانت مشددة، متشددة. نعم، متشددة كثيرا. فتستهزئ بالإسلام كما قلت، ويعني يعني تقول بأن يعني الهومن رايت كما كانت. التقت بك. نعم، والتقت بي مرة ثانية، وهذه المرة هي حاولت يعني هي تستهزئ بالحجاب كما قلت. فكنا في القسم، وفي نفس القسم فيه مغربيات أخريات ولكن لا تلبسن الحجاب. فهي كانت يعني تسأل كيف أنك أنت المسلمة يعني الوحيدة التي تلبس الحجاب، ولماذا هم لا يلبسون الحجاب. فهي يعني هي كانت تحاول أن تستهزئ بي وتضحك مني وتضحك من الإسلام وهكذا. فأخبرتها بأن يعني أنا اخترت أن أتبع هذا الدين، أنا اخترت أن يعني أن أؤمن بهذا الدين لأنني أنا اخترته. أنا اخترت. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابنا بأن يجب أن أستر نفسي ويجب أن ألبس الحجاب وهكذا. وقلت لها أن أنت يعني أنت نصرانية، يعني you're Christian. إذا أنت اخترتي أن تؤمني بهذا. نعم. ويعني أنا قلت أنا اخترت أن أطبق ما في كتابنا، وأنا أريد أن أطبق لأنه لو قلت لها أن الراهبات المسيحيات يكون محجبات، وكذلك صورة مريم عليه. نعم. السلام في كنائسهم تكون يعني بغطاء الرأس كذلك. نعم. فإذا كنت مسيحية حقيقة. نعم، أين هو. نعم. فقلت يعني أنا اخترت أن أتبع هذا الدين. ويعني يعني وأي شيء طلب منا هذا الدين أنا أقوم به. ويجب أن تقومي أنت بنفس الشيء، كيف أنك أنت يعني you're Christian ولكن لا تتبعين ما في دينك. ما هي فائدة أنك تتبعي هذا الدين؟ ما هي فائدة أنك تؤمنين بذلك ولكن لا تقومين بما في كتابكم؟ نعم، هي قد تقول أنها ملحدة. نعم. وينتهي الأمر وينتهي النقاش. تقول. نعم. أنها ملحدة بكل بساطة. لم تجيب علي. واضح. ويعني سكتت وقالت لي هل أنت غاضبة؟ قلت لا، أنا لست غاضبة، أنا فقط جبت على سؤالك. واضح. تريد أن تستفزك. نعم، يعني تريد أن تغضبك. نعم، يعني. نعم. ف
فالحمد لله يعني حاولت ألا ألا استمع إليها مرة ثانية، ولكن هي كررت وكررت وحاولت أن أن تقولي بأنك أنت مريضة وأنك أنت عندك مشاكل ومشاكل. ربما تريد توريطك. نعم. لو قلت كلمة واحدة على والديك ربما تخلق كينا مشاكل لوالديك مع السلطات وكذا. نعم. فبعد قلت أن أنا لا أريد أن أرجع ولا أريد أن أدرس هنا مرة ثانية. هذا ما صرحت به لوالديك. نعم. يعني أخبرت به. نعم. كيف استجابوا لهذا الأمر أو كيف كنتم تفكرون في البيت؟ كيف كنتم تناقشون الأمر؟ ما هي الحلول المطروحة؟ كيف قررتم الرجوع للمغرب؟ هذه أسئلة. قلنا أن ما كنا نبحث نحن نعم. إليه لم نجد هناك، فلماذا البقاء؟ لماذا سأبقى في مكان لا يحترمونني كما أنا؟ لا يريدونني أصلا لأنني لأنني لست منهم. لا ف كنا نفكر واحيانا كنا نقول انني لا اريد ان ارجع للمغرب والشيطان، فكل شيء كان الشيطان، لان الشيطان يعدكم الفقر. احيانا كنت اقول بان كنت استسلم اقول هيا نذهب هيا نخرج هنا لاني لا اريد البقاء. فاليوم الذي انتهت المدرسه كنت كنت أطين من الراحة من الفرحة لأن كل شيء انتهى، لن أعود إلى تلك المدرسة، لن أعود أن أرى هذه الجاهلة. والحمد لله أن من الله علينا لكي نقوم بهذه الهجرة ولكي عدنا إلى المغرب. فلم أرى كيف كان هذا القرار أو الترتيبات أو الاستعدادات، كيف كان اختيار المغرب وليس دولة أخرى مثلا في الخليج، قطر، سعودية أو الكويت أو أي دولة أخرى؟ اخترنا المغرب لان نحن مغاربه اصلا، واضح، وعندنا عائله هنا في المغرب. فيعني سيكون اسهل من ان تذهب الى بلد لا عائله ولا تعلم ولا تعلم اي احد. فاخترنا المغرب، ويعني في الهجره في قرار الهجره كنا نعلم اننا سنذهب الى المغرب وليس اي مكان اخر، لانه كان سهل، كان اسهل من البلدان الاخرى. واضح. الحمد لله كان صعب قليلا عادي. فعندما جئنا المغرب فكان صعب، وجدنا الصعوبات ووجدنا مشاكل، ولكن فقال الله سبحانه وتعالى إن مع العسر يسرا. فيعني المشاكل ستكون أينما ذهبت. بقيت في بلد غير مسلم أو ذهبت إلى بلد مسلم، فيعني لماذا لا نذهب؟ أنت لست نادمة على رجوعك للمغرب ووالديك؟ لا صراحة، أحب أحب أنني أتيت للمغرب. نعم. أحب بأنني جئت الآن مع أهلي. وجئت الآن مع ناس مسلمون، أستطيع أن أسلم، أستطيع أن أسمع الأذان، أستطيع أن أتحدث الدارجة اللغة العربية. أستطيع أن أتحدث عن القرآن، لأن هناك كنت كانت عنصرية أحيانا لم أكن أحتمل بأني كنت مغربية في الأصل. كانوا يقولوا لي بأنك ارجع إلى بلدك. كنت أسمع هذا منذ كنت صغيرة. فالحمد لله الآن أنا مع أهلي، مع أنا في بلدي الآن. لا يمكن أن أحد يخبرني بأنك إذا أرجع إلى بلدك أو أي شيء. فالحمد لله أحب أحب أنت سعيدة الآن في المغرب؟ أنا سعيدة الآن في المغرب الحمد لله. كيف هي دراستك؟ هل تسجلتي في مدرسة أم تدرسين فقط من البيت هوم سكولين؟ أدرس في المنزل في أونلاين هوم سكولين. والحمد لله كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قلت في بداية البودكاست، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. نعم. فلقد الحمد لله وجدنا ذلك، وجدت تلك الساعة. نعم وجدنا. نعم. وجدت تلك الراحة. ووجدت ما وعده الله سبحانه وتعالى. فأحسن شيء قمت به في حياتي هو أني هجرت وأني رجعت إلى بلد مسلم، إلى بلدي، لأني أنا أفكر الآن وأحيانا الشيطان يقول لي بأن أشتاق إلى تلك الأيام عندما كنت صغيرة، أشتاق إلى المكان الذي كنت فيه. وأحيانا أرجع وأقول أنا لا أريد الذهاب هناك، لأنهم
أنا لست من هناك وهم يعني أنا أفكر بأنهم لا يريدونني هناك وبعد كل هذا التعب لماذا أرجع؟ نعم. لا يجد هناك يعني أي سبب أو شيء أو يعني أو شيء يعني سيساعدني في ديني أو سيقربني إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أنا سعيدة والله سعيدة هنا. أكيد أنه ليس البلد بلد الأحلام ولا أكيد فيه كذلك متبرجات في المغرب. أكيد أنك يعني قابلتهم وشفتي يعني كيف نعيش في المغرب. فالانطباعك بعد هذه المدة من العيش في المغرب والاستقرار في المغرب. يعني هل لك صديقات مغربيات يعني عيشنا في المغرب؟ هل يعني عندكم كوميونيتي يعني تتقابلون مع بعض وتتكلمون؟ فأنا أفكر يعني باليوم يعني أنا صراحة ما زلت للآن يعني أقول بأن ما زلت يجب أن أعمل يعني ما زلنا يجب أن أعمل لكي لا أريد أن يرانا الصحابة الآن ويقولوا بأن هذا ليس مسلمون بأن قالوا بأن إذا نحن رأينا الصحابة الآن قد نقول بأنهم متشددون أو قد بل يعني زادوا فيه أو وإذا رأونا هم نحن الآن سيقولون بأنه هذا ليس يعني هذا ليس مسلمين فلا نريد أن نكون من هذه الفئة وإن شاء الله يعني أنا أسأل الله أن يثبتنا آمين آمين يعني يثبتك يا ربي أنا لما تتكلمين وأنت تتكلمين أنا سبحان الله أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم عن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم شاب نشأ في طاعة الله سبحان الله وأنا أراك يعني منذ نعومة أظافرك وتتعرضين لكل تلك الصعوبات وتحملين كتاب الله في صدرك وتعيشين معه بخشوع وبثبات وبهذا النضج فما شاء الله أنا لا أزكي على الله أحدا ولكن يعني أنا جد فخور بك والمغاربة كذلك الذين يشاهدون هذه الحلقة أكيد أنك ستكونين فخرا لهم ومثالا لبناتهم كل واحد منا يتمنى أن تكون له بنت مثلك ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله هنيئا لك وهنيئا لوالديك بك إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة I love you Allah.